بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين المعصومين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا أبا نجاة الأمة ويا عبرة كل مظلوم وغريب وكل مؤمنين ومؤمنة مظلوم ذبيح كربلاء. سادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. مجلس الزهراء سلام الله عليها كما أسلفت في الليالي المضت وليلة أمس، وبدأت بقوله تعالى وآتي ذي القربى حقه. الله عز وجل عظم وخص فدكا للزهراء سلام الله عليها عوضا بالهبة المعوضة عما أنفقت أمها خديجة رضوان الله عليها في سبيل الإسلام. لذلك ما قالت الرسول صلى الله عليه وآله الشهيرة: وقف الإسلام على ثلاث، على سيف علي وكفالة أبي طالب ومال خديجة. اليوم تسمحوا لي بشكل خاص يختلف عن المجالس اللي مضت والأشياء اللي يصعدون بها الخطباء الحسينيات والمنابر، يأخذ ليتناول موضوع ثم يختم بمصيبة الزهراء سلام الله عليها. قالت: فضة سنديني والله في الباء فقد أسقطوا جنيني. صحيح هو يأخذ موضوع، هو ما دي يقول فشي غلط، يبدو الخطيب يا أما بمصيبة يا أما بحديث يا أما بآية مثل ما أنا تقدمت. لكن ما حد ما عرف حتى من الجيل اللي لا من سن السادة هنا ولا حتى باقي الأجيال، حتى ما عرف الواقع شنو اللي صار على واقعة الزهراء سلام الله عليها. زين أنا هذا الشيء ما يعجبني، أنا طلب مني هذا الشيء لازم أقول. زين إحنا مو نقول إحنا لا سبابين ولا شتامين ولا أي شيء ولا شيء، لكن هي حقيقة وفي نصرة أمنا الزهراء وصاحب العصر والزمان يعلم بهذا الشيء. فالمؤامرة الكبرى وتدبير البيعة، ما إن غمضت عين الرسول صلى الله عليه وآله زين ورحيل الرفيق الأعلى بعد أن أنقذ قومه من الجهل والظلم الذي كان يعيشون فيها، وخرجهم إلى النور وحرم الميتة وأحل كل شيء وفسر الآيات وجاءهم برسالة سماوية، ثم حتى في حجة الوداع أودعهم وما ترك الأمة بدون حجة، وولى أخيه وابن عمه الإمام علي عليه السلام. بس أغمضت عين الرسول وانتقل إلى رحيل العالم، كل واحد مع حزبه، نسوا ما فضل الرسول والبارئ عز وجل عليهم. رشح نفسه أول واحد الشيخ سعد بن عبادة، هذا شيخ الخزرج، رجل مريض لا يسمع صوته ما يكون حتى بالهمس. الجمعة والخزرج وراء زين، سمع الأوس اللي كانوا بيناتهم حروب بعد من آخاهم الرسول صلى الله عليه وآله، السيد بن الخضير هذا أيضا رشح نفسه. زين انطلق أبو بكر وعمر وأبو عبيدة الجراح زين مهرولين يسرعون، حتى كل واحد قائلا بحزبه. عندما اختلف المهاجرون والأنصار بدت بوادر الشكوك والظنون بينهم. مع الأسف هذا الشيء حدث
قال قائل منهم: منا أمير ومنكم أمير. حل النزاع. ثم أخذ أبو بكر يعد فضائل الأنصار المشرفة زين ويلين الكلام. قال: أنا أستعدل الوضع، منا الأمراء ومنكم الوزراء. شنو الحل العظيم هذا؟ هذا الخليفة اللي حط رسول الله ذاك اليوم بالغدير، منا الأمراء منا الوزراء. أنت ما كنت موجود، أنت ما قلت له بخن بخن لك يا علي أصبحت مولانا ومولى كل شنو وزراء شنو هرولوا إلى سقيفة بني ساعدة. هي كانت أحداث يعني بعض الأشياء ما ينقل تلفزيونيا أو شيء، إحنا مثلناها بالمسرحية الله يذكره بالخير السيد عباس موسى الآن في الحشد الشعبي وباقي لازم مثلناها تمثيل مال سقيفة الساعدة وشلون أبدت الحركات وشي كنا على خشبة المسرح حتى نوصلها إلى أذهان المشاهدين إنه هاي الأحداث كيف حدثت. زين أم عمر أوسع من هذا الشيء، أثار نار الفتنة وأثار حزبه وأصحابه للجاج والنزاع قائلا: هيهات، لا يجتمع سيفان في غمد واحد، منا أمير ومنكم وزير ومن هذا مصير. هذا العلامة الثاني زين يريد يبين الأفضلية. شو قال؟ شلون يجتمع السيفين بغمد واحد؟ ما راح يصير. زين كانت فرصة هي لما الأنصار رأت حجة عمر واهية وبأي دليل تكلم عن العرب فأصبح ينطق باسمها. فقال الحباب بن المنذر: يا معشر الأنصار، أملكوا على أيديكم ولا تسمعوا مقالة هذا، يعني عمر وأصحابه، فيذهبوا بنصيبكم عن هذا الأمر، زين فأنتم والله أحق بهذا الأمر. فقام عمر قائلا: إذا ليقتلك الله. يعني بدت نوع من المنادات ومن الكلام ونار وثارت الفتنة. زين اختلفوا المهاجرون والأنصار، بدت بوادر الشك في كل مكان، واشتد الزحام بينهما وبين سعد بن عبادة، كادت كلمته تلهب النفوس. هذا صح رئيس قوم، إذا بهذا اليوم شيخ العشيرة ينطوه مسدسة ويطوفة هدية، العشيرة مات ما تعرف كل شيء، هو نفسه ما فهم هذا الشيء، فالعشيرة كاملة تنوي الحكومة أو تتحد العشائر. زين فكيف أيام سابقا حتى لما عبيد الله بن زياد لعنة الله عليه بعث على حجر بن أبجر قال: ما تقول في الذي يبغي على إمام زمانه؟ إمام زمانه من يقصد؟ يقصد يزيد، والذي يبغي عليه الإمام الحسين، هيك يقصد. قال: ما تقول يا حجر ابن أبجر الذي يبغي على إمام زمانه؟ قال له: هذا قانون يقتل أيها الأمير. قال: وإن كان الحسين ابن علي، لكن حط الأموال قدامه، إذا ما قال حسين ابن علي راح. هذا مثل سالفة عمر بن سعد: أترككم الكل ري وجرجان والأي منيتي، أم أقتل حسين وأرجع مأثوما بقتل؟ هاي ما تصير. شوف الفلوس شو تسوي. قال له: وإن كان الحسين ابن علي. فإذا يعني بهذا العهد بهذا اليوم اتحاج الشيخ العشيرة ما ينطق بعقل، ما يفهم قوة هي سنين. فكيف أنه بذاك الوقت جعل يعني يتبعون رئيس العشيرة؟ أخطأ أم أصاب في الحالتين؟ ما تصير يعني، ولا كأنه كان يوجد حديث الغدير، ولا كأنه الرسول رفع يد الإمام علي عليه السلام حتى بان بياض أبطهما من كنت مولا فهذا علي مولا. مو صحيح، لكن نكر هذا الواقع. كلهم أسرعوا بهذه الأكاذيب، وانتهز رئيس الأوس الفرصة وتضعيفا لمنافسة الانتخابات فيما بعضهم زين وافق على تأمير أبي بكر. يعني صارت منافسات ومنازعات قوية من هذا النوع أدت إلى تفكك الوحدة الإسلامية. مصير زين. فلما رأوا أصر وتركوا مكانه زين، وتمت البيعة مشفوعة بالإرهاب والتهديد، وقد حفت بأبي بكر حزبه يزفونه إلى المسجد كزفاف العروس إلى بيت زوجها. ولما انتهت إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه أنباء السقيفة بعد استشهاد الرسول صلى الله عليه وآله، قال عليه السلام: ما قالت الأنصار؟ قال: منا أمير ومنكم أمير. قال: فهل لا احتججتم عليهم بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وصى بأن يحسن إلى محبتهم ومحسنهم ويتجاوز عن مسيحيهم؟ يعني قلتوا لهم أنتم بلغتوا هذا الشيء؟ لكن ما ينفع الكلام هذيك نماذج تعبانة وما تصير. زين ما تصير. حتى كان أبو سفيان إلى دور بها،
حتى أبو سفيان زين راد يوقع الحرب بيناتهم. أنت تعتقد أنه هو إجا مشى إلى العباس بن عبد المطلب فقال له يا أبا الفضل أن هؤلاء القوم قد ذهبوا بهذا الأمر من بني هاشم وجعلوه في تيم عشيرة أبا بكر الأراذل زين، وأنه لا يحكم فينا غدا هذا الفضل الغليظ من بني عدي، يقصد بها عمر زين، قم بنا حتى ندخل على علي ونبايعه. أبو سفيان يحب الإمام علي، شوف شوف شلون يريد يثير نار الفتنة فيما بعضهم زين، حتى ندخل على علي عليه السلام ونبايعه بالخلافة، وأنت عم رسول الله وأنا رجل مقبول القول في قريش، فإذا دافعونا عن ذلك قاتلناهم قتالا شديدا وقاتلناهم إلى آخرهم، فأتوا أمير المؤمنين. فقال أبو سفيان يا أبا الحسن لا تغافل عن هذا الأمر، متى كنا تبعا لتيم زين الأراضي إن شئت ملأتها خيلا ورجالا. يعني أبو سفيان أنت اليوم صار قلبك على شو اسمه، اليوم صار قلبك على الإمام علي، أنت تثير الفتنة